بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء بالدرس، فيه استقراء ناقص كما يقولون، مقارنة بين اختصار مبارك فوري واختصار دكتور حكمة بشير، يفيدنا بها الشيخ علي من استقراءه السريع بين المختصرين. سمي الشيخ علي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للاستقراء بين الكتابين، الذي يظهر أن اختصار الشيخ حكمة فيه جانب إيجابي، اللي هو المحافظة على الأقوال وذكر الأقوال في الآية، حتى الأقوال عن غير ابن كثير، أقوال الغير اللي اختارها ابن كثير. أما كتاب الشيخ مبارك فوري، اختصار الشيخ مبارك فوري، فإنه اعتنى برأي ابن كثير ويغفل القول الآخر، لكنه اختصار الشيخ مبارك فوري يتميز بأن فيه جانب الآثار أكثر، والجانب الآيات الدالة التي تعضد الآية التي في معناها يأتي بها بشكل أكثر. أيضا يتميز الشيخ التفسير الشيخ اختصار الشيخ مبارك فوري بالعناوين الجانبية التي يضعها، وهي يعني تضبط الذهن أثناء القراءة. فهذه هي الجوانب، هذا هو الفرق بينهما. كمثل الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، فيها قولان ذكرهما ابن كثير، قول يتعلق بأن الذين منعوا في بيت المقدس أو أنهم المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهما اختصار الشيخ حكمة. أما اختصار مبارك فوري إنما ذكر المشركين فقط، ذكر المشركين دون ذكر لي أمره. اختيار ابن كثير رحمه. اختيار ابن كثير، نعم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. فلذلك يبقى أنه لا غنى عن الأصل، لا غنى عن الأصل، خاصة ابن كثير رحمه الله مليء بذكر الآثار والأقوال والنقد أحيانا حديثي، فلا يستغنى عن الأصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. جزاك الله خير شيخ علي، بارك الله فيك. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة مختصر تفسير ابن كثير للأستاذ الدكتور حكمة بن بشير ياسين حفظه الله تعالى ورعاه، على شيخنا عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر، شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة. فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها، أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أو في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. والصبر صبران: فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات. والثاني أكثر ثوابا، لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله. هكذا. وقوله تعالى:
ولا يسلم عليه. احسن الله عليك. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون؟ فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ثم عاد إليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة، فيقول رب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخبر تعالى أنه يبتلي عباده أن يختبرهم ويمتحنهم كما قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف، وقالها هنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها كما قال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة، وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه، ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان، وبنقص الأموال الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد، وفي هذا نظر الله أعلم. ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة، ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير أي أمنة من العذاب، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت عن عروة عن عائشة أنه قال قلت أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما،
قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، أخرجاه في الصحيحين. وعن عاصم بن سليمان أنه قال سألت أنسا عن الصفا والمروة فقال كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت الشياطين تتفرق بين الصفا والمروة الليل كله، وكانت بينهما آلهة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية. وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك، وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة، وقيل بل مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين، وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس، وحكي عن مالك في العتبية. قال القرطبي واحتجوا بقوله تعالى ومن تطوع خيرا، والقول الأول أرجح لأنه صلى الله عليه وسلم طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، والله أعلم. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد، عندكم نفذ، نفد المكتوب نفذ، لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك، وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد أيضا نفس الشيء. نعم، ونفد ما عندهما، قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال للكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام.
أحسن الله لكم شيخ، هنا أحال إلى محذوف. قال: وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر، ومحذوف، هذا غير موجود في الأصل. ما ذكر حديث ابن عباس؟ أي نعم. أي وقد تقدم في حديث ابن عباس. وقوله: ومن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك ونحو ذلك، وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك الرازي وعز الثالثة إلى الحسن البصري، والله أعلم. وقوله: فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه، ولا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الآية. وقوله: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قال البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة في قوله: ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو الحال، أو كل من كان له عقل يوم القيامة، والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأنهم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا يغير، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون. فصل: لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم الله له، واستدل بعضهم بالآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي كان يؤتى به سكران فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، والله أعلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة، وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف. المناسبة في ذكر هذه الآية: وإلهكم إله واحد، بعد ذكر الله عز وجل النهي عن الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يدل على أن أهم ما يجب بيانه وإظهاره هو التوحيد. هذا فيه بيان أن أهم ما يجب بيانه وإظهاره هو التوحيد. لذلك الإنسان إذا كان في بلد قوم لا يستطيع أن يظهر التوحيد فإنه لا يجوز الإقامة إلا لضرورة. فكيف بالذهاب إلى بلدان قد يجرم على الصلاة، قد يجرم على الالتزام بالحجاب، قد يجرم على فعل ما أمر الله عز وجل، ثم كل هذا الذهاب وكل هذا الأمر من أجل ما يسمى بإيش؟ بالسياحة. سياحة عجيب، سبحان الله. أحسن الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل
أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله: وبث فيها من كل دابة، أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه من ذلك شيء، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله: وتصريف الرياح، أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن، وتارة صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة، وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. قال: وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية بالدال، تنفذ بالدال، تفد، عندي كذلك تفد، تفد أي تأتي، أي نعم أحسن، أي تفد أظن أرجح. وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتبا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها، وبسط ذلك يطولها هنا والله أعلم. أحسن الله لك يا شيخ. قال: ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية، هكذا أو من الشمال؟ ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية. الشامية ليست هي شمالية؟ تأتي من ناحية اليمن فتصب، هكذا في الأصل؟ هكذا. ثم تأتي من الجنوب وهي الشامية، الشام قال من ها؟ قال من حدد، لماذا في التعليم
أي وهي الشامية أي يعني في اتجاه الشام. اتجاه الشام نعم. هكذا في الأصل عندك؟ من الجنوب تأتي من الجنوب وهي الشامية. كونها تأتي من الجنوب متجهة إلى الشام. سمى الشامية. سمى الشامية. والله أعلم. وكونها تأتي من ناحية اليمن. طيب اليمن جنوب. وتارة تأتي من ناحية اليمن وتلك صبا. لا. يمن جنوب. ها؟ وتارة صبا. عندك تارة صبا. صبا. أي الشرقية. حنا ثم تأتي تارة ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وهي صبا وهي الشرقية التي. لا وتارة صبا يا شيخ. ها؟ وتارة صبا. أقل اللي عندك يا أبو عبد. بسم الله. قال ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشام وتارة تأتي من ناحية اليمن. إيه. التي تصدم تنفذ من ناحية دبر الكعبة. صحيح. إيه. وقوله السماء والبين والأرض يسخر إلى ما يشاء إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى. وقوله لآيات لقوم يعقلون. أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عن عطاء أنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. عن أبي الضحى قال: لما نزلت وإلهكم إله واحد إلى آخر الآية، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل: يتخذ من الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال:
قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب كما قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لو علموا ما يعانونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبري المتبوعين من التابعين فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا. فيقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. قال عطاء عن ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح. وقال وقوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة وهم كاذبون في هذا، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر تعالى عنهم بذلك. ولهذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي تذهب وتضمحل كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى وقال الذين كفروا بربهم
وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، الآية. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، الآية. ولهذا قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما بين تعالى ما شيء بل لو ردوا لعابر ما نهوا عنه وإنه لكاذب. موجود؟ لا موجود، موجود في مختصر. بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر تعالى. حذف الآية، هي حذف الآية فقط. لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومساركه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما كان زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقوله: إنه لكم عدو مبين، تنفير عنه وتحذير منه، كما قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال قتادة والسدي في قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان. وقال مجاهد: خطاه، أو قال: خطاياه. وقال أبو مجلز: هي النذور في المعاصي. وقال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال: هذا من خطوات الشيطان. وقوله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمر ذلك، فيدخل في هذا كل ما أنزل الله. قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يقول تعالى:
وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم أولو كان آباؤهم أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فقال ومثل الذين كفروا أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والربيع بن أنس ونحو هذا. وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، واختاره ابن جرير والأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله صم بكم عمي أي صم عن سماع الحق بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يقول تعالى طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيدة، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولما امتن الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو موقودة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع. وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه على ما سيأتي إن شاء الله، وحديث العنبر في الصحيح، وفي المسند والموطأ والسنن قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو طهور ماؤه الحل ميتته، وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعا
أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. مسألة: ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لأنه جزء منها، وقال مالك في رواية هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة، وكذلك إنفحة الميتة فيها الخلاف. هكذا مضبوطة عندكم؟ إنفحة التشكيل هذا كان غير صحيح. المشهور انفحة او انفحة 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 وانفحة ايضا بدون تسكين، اذا كانت ستكون انفحة 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 وانفحة بالتشديد والتخفيف. التشكيل هنا غير منضبط. أحسن. الإنفحة تستخرج من الجدي، يستخرج من الجدي مثل عصارة، وتعالج مع الحليب وينتج عنه الجبن، يعني يتخثر فينتج عنه الجبن. على الخبير سقط يا شيخ. على الخبير سقط. يلا أجل أفدنا شيخ. هي الإنفحة بطن الجدي قبل أن يأكل الحشيش، ما زال يرضع من ثدي أمه، فإذا ذبح هذا قبل أن يأكل تكون إنفحته بطنه، ما فيها تجعل عصارة كما ذكر الشيخ وتخلط مع الجبن. منفحة، حنا نقول منفحة. طبعا كانوا يعني والصحابة يأكلون من جبن النصارى ومجوز وكذا، وهذول ما كانوا يذكون تذكية شرعية، هنا وقع الإشكال. أما لو ذكي ذكاء شرعية انتهى الموضوع، لكنها إذا كانت لا تذكى ذكاة شرعية، فيعني كثير من الفقهاء على جوازها، على جوازها، على المنع. قال: وكذلك إنفحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، فقال القرطبي في التفسير هاهنا: يخالط اللبن منها يسير ويعف ويعفى. أظن يا شيخ علي في غير حنفية من، وأظن رواية في المذهب. إيه ابن تيمية ذكر وذكر حجج قوية في هذا ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. هكذا ويعفى، لأنه كان الناس ما الألف ال منها يسير ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. إحنا غير مكتوب ويعفى بدون الألف. ويعفى عن قليل ويعف بدون ألف. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي. وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. وكذا روي عن سعيد بن جبير.
يعني الترخص برخص السفر للعاصي لمن خرج في معصية. إيه العاصي في سفره، إيه العاصي بسفره، فهذا لا يترخص برخص السفر، لا يقصر ولا يجمع، هذا الصحيح وهو المذهب خلاف للحنفية واختيار ابن تيمية. ما يترخص برخص. كيف هذا ترخص بالسفر فيه إعانة له على المنكر، فلا يعان عليه. يقولون من قصد المعصية بسفره هذا هو سفر، لكن من فعل معصية في سفره إيه. لذلك أنا قلت العاصي في سفر بسفره، بسفره يعني ذاهب لفعل المعصية، أما العاصي في سفره هذا ما يسلم منها، هذا لم ينشئ السفر من أجل معصية. أما إنسان يسافر من أجل ارتكاب فاحشة أو منكر في بعض البلدان أو شرب ما حرم الله، هذا لا يجمع ولا يقصد ولا يترخص برخص السفر. طبعا باب أول، باب أول. هذا يصحح توحيده، هذا يصحح توحيده. تتكلم عن المعاصي. الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال: وكذا روي عن سعيد بن جبير، وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير باغ يعني غير مستحل له. وقال السدي: غير باغ يبتغي فيه شهوة، وفسره السدي بالعدوان. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي قال غير باغ في الميتة أي في أكله، أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. وقال مقاتل بن حيان في قوله: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فيما أكل من اضطرار، وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم. وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام، أو غفور لما أكل من الحرام، رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. عن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكي الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم، وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير، فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه
فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على قتالهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير ما موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أحسن الله عليكم أي الفضة دون الذهب الحديث هكذا الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة في الذي في الصحيح في آنية الفضة دون ذكر الذهب هل يعني في رواية أخرى عاد هو عزاه في الحاشية الصحيح مسلم والبخاري الذي يأكل أو يشرب الله أعلم أحسن الله يكون وقوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر ثم قال تعالى مخبرا عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي اعتاضوا عن الهدى وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم وقوله والعذاب بالمغفرة أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة وقوله تعالى فما أصبرهم على النار يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك من شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عياذا بالله من ذلك وقيل معنى قوله فما أصبرهم على النار أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله فلهذا استحقوا العذاب والنكال ولهذا قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لا لا، باب العلاج باب آخر. التطبب تقصد؟ التطبب ترك العلاج يؤدي إلى الموت، يعني إذا كان متيقن أنه ترك العلاج يؤدي إلى الوفاة. المعروف عن السلف أن التداوي ليس واجب، فالمحكم إجماع على هذا، منهم من قال أنه يجب، ومنهم من قال أنه إذا غلب على الظن أنه ينفع أنه يجب، لأن التطبب الله أعلم إذا غلب على ظنه يعني أنه يبرأ، وإن لم يتعاطى هذا العلاج هلك. قالوا يجب، العلاج، لكن المشهور عند العلماء أن التطبب ليس واجبا، يعني حكاية الوجوب كلها متأخرة. والله أعلم. أحسن. إضافة الشيخ. يقول هي في الأمراض الخفيفة الآلام التي يمكن الصبر عليها، كانت الزكام هذا ما يصبر عليها، لكن الأمراض التي فيها تلف هذه هي الوجوب، لكن إن كان عن السلف لا، ما أعرف أنا الوجوب، لكن هذا قول متأخرين في الوجوب. والله أعلم. أحسن الله. قال: اشتملت هذه الآية على هذا في المخمصة أو في الاضطرار، إذا أكره على الأكل أو تعاطي هذه المحرمات، لكن إذا كانت المخمصة عامة، مخمصة عامة، فيأكل ويشرب حتى الشبع، يأكل حتى الشبع، كما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة الغزوة اللي فيها العنبر، السيف. ها؟ السيف، هي غزوة السيف ولا اسم آخر. سرية أبي عبيدة. سرية أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، فأكلوا حتى شبعوا ثم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مخمصة عامة. أحسن الله. قال: اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. وأما الكلام على تفسير هذه الآية، فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو
أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. كما قال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة أو تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود، فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك. وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق، فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل. وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله، الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله: وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نمط آخر أرفع من هذا، وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. وقوله: ذوي القربى وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز. نعم، أنا عندي اثنتان أيضا. علامة التنصيص ألا تنتهي عند قوله صلة وصدقة وصلة؟ في الحديث وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز. واليتامى هم الذين لا كاسب لهم، وقد أمات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات. وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى.
وقوله وآت الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقول موسى لفرعون فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس إن في المال حقا سوى الزكاة والله أعلم. هل تقدم حديث فاطمة؟ هل تقدم معنا؟ وقال ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس إن في المال حقا سوى الزكاة. إيه لكن هل ذكر المختصر؟ الأسدية. فهذا فاطمة بنت قيس بن محصن يعني. أحسن الله. وقوله والموفون بعهدهم إذا عهدوا كقوله في الأصل أقصد الآن أحال إلى محذوف، لأن في الأصل أورده قريب يعني في قبل أصله وآت المال على حبه، ثم رواه ابن مردوي من حديث آدم أو مردوية، ثم ذكر عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. قال في المال حق سوى الزكاة ثم تلا ليس البر أن تولوا، بمعنى ما ذكر في المختصر. وقوله والموفون بعهدهم إذا عهدوا كقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وعكس هذه الصفة النفاق كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي الحديث الآخر وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وقوله أو الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء، قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم. وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. من قول الشعبي هذا من محقق؟ سلام حسنا. قال
وقوله أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي هم الذين بهذه الصفة، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، فاقتلوا حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. وسبب ذلك قريضة والنضير، كانت بنو النضير قد غزت قريضة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرضي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر، وإذا قتل القرضي النضري قتل، وإن فادوه فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية قريضة. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المجرمين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى المخالفين عندكم شيخ المحرفين وفي نسخة ألف المجرمين قد ذكرت شيخ في نسخة المجرمين يعني المجرمين سم في نسخة المجرمين في نسخة المحرفين وش مكتوب عندكم المفسدين المجرمين المخالفين يعني أقصد المخالفين هل جاءت في نسخ أخرى؟ عندنا ما في المخالفين. هنا جمع كل في مخالفين. عندنا المحرفين. صح. المحرفين أي عندنا المحرفين المخالفين. وفي الحاشية بدل المحرفين مجرمين. إيه. إيه. وهنا وشي؟ المفسدين المجرمين المخالفين. المفسدين. المفسدين موجودة عندنا أيه؟ المجرمين المخالفين إيه هو الكلام في المحرفين والمجرمين قال فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد ورجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس.
مسألة: مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم. قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد بعبده، لعموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل ومن قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته، ولأنه لا يقاد بطرفه، ففي النفس أولى، ففي النفس الأولى، هكذا. بطريق الأولى، هكذا. وقد حكى أبو ثور الإجماع على أنه لا يقاد الحر بطرف العبد، وقد خرق هذا الإجماع داود الظاهري لقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، كما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية. وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. مسألة: مذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر: في غلام قتله سبعة فقتلهم. وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا تقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال مجاهد عن ابن عباس: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء، يقول: فمن ترك له من أخيه شيء، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو. فاتباع بالمعروف، يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية. وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل، من غير ضرر ولا معك، يعني المدافعة. وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان. مسألة: قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم في أحد قوليه وأحمدها قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو مشهور وأبو حنيفة وأصحابه
الشافعي وأحمد لحد قوله. عندكم شيء؟ عندك أحمد أبو عبد الرحمن؟ شيخنا أحس أنها إن عندنا قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قولي ليس لولي الدم أن يعفو عن الدية إلا برضا القاتل، وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى القاتل، وذهب طائفة السلف أنه ليس للنساء عفو منهن الحسن وقتادة منهم حسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث ولو زعي وخالفهم إيه؟ وإن لم يرضى كلام على هنا موجود القاتل؟ لا لا أيضا أيضا في نقص هنا، وذهب طائفة من السلف إلى أنه للنساء عفو، عندنا هكذا أنت يا شيخ تقرأ ليس للنساء عفو، إلى أنه ليس للنساء أي هذا ليس هذا خلل خطأ فادح. نعم هذا قلب المعنى. لا أحمد كنا ذكره وما ذكره يعني أمر، بس هنا يقول وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو. عندك ليس؟ ليس سقط. قال مسألة. قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وفي نسخة وأحمد في أحد قولي ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل، وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى، وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي وخالفهم الباقون. وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما قال ابن عباس قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم. وقوله فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقد رواه غير واحد عن عمرو وأخرجه ابن حبان في صحيح عن عمرو بن دينار، وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس، ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه. وقال قتادة في قوله ذلك تخفيف من ربكم أي رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا. وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية. وقوله ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن
أفصح وأبلغ وأوجز ولكم في القصاص حياة. قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، كم من رجل يريد أن يقاتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. مسألة: ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والليث وحماد بن أبي سليمان إلى أنه إذا قتل الرجل أو المرأة وله أولاد كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل. إذا قتل الرجل إلى أنه إذا قتل الرجل أو المرأة وله أولاد كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل ولا ينتظر بلوغ الصغار، لأن الحسن بن علي قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ أولاد علي الصغار. وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء: بل ينتظر بلوغ الصغار لأن لهم حقا وربما عفى بعضهم. وقد قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. الآية. موجودة في الأصل. لعلها ذكرت بعده. ذهب مالك وأبو حنيفة، يعني مسألة مشهورة معروفة. إيه، لكن هل موجودة ولا معروف؟ هل يسقط القصاص بتنازل أحد ورثة الدم أم يجب تنازل الجميع؟ خلاف مشهور من الفقهاء، من قال يجب أن يتنازل الجميع. المسألة يا شيخ انتظار الصغار التي عندكم، التي يعني أظن ليست موجودة عندكم. إيه، هي مبنية على هذا. فمن رأى من أولياء الدم أحد أولياء الدم لم يتنازل ينفذ فيه الدم. أما لو قيل أنه لا، إذا تنازل أحدهم يسقط القصاص فينتظر الصغار حتى يكبر، ربما يتنازل أحدهم. نعم. بس العجيب أنه مش موجودة في الدم. لا، الحين العكس، في المختصر موجود، في الأصل موجود. هذه عكس ال يشوف طبعة الشعر القديمة فيها بركة، بس هم ما ذكرش النسخة القديمة. أيضا باقي مسألة أخرى يا شيخ. مسألة: إذا عفى ولي الدم عن القصاص والدية، أطلق القاتل في مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال مالك والليث والأوزاعي: بل يضرب 100 ويحبس سنة. وقال أبو ثور: إن كان مشهورا بالشر أدبه الإمام بحبسه. وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره. قوله تعالى: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول: يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. مش موجود. هذا موجود. وكذا روي إلى آخره إلى مقاتل بن حيان. ثم بعد يعني هاتان المسألتان غير موجودتان عندكم.
بس المسألتين هذه، في شيء غيرها؟ لا بس مسألة ذهب مالك إذا قتل الرجل المرأة وله كل. راجع يا شيخ كم نسخة؟ شوف الرسالة. هي أشر إنه في نقص. أشر إلى النقص. يعني يحتاج أكيد إنه أخذها من نسخ. هي بس الغريب يعني نفس سياقة الرسالة نفس النمط. يعني كأنه كلام ابن كثير. إيوه أتوقع أن ابن كثير رحمه الله أظن أخذها من القرطبي. إيه لأنه أيضا نقل عن القرطبي هنا. يعني هو نقل عن القرطبي ف وقد استحسن قول ابي داود القرطبي اي المشكله ان المختصر ما ذكر منهجه في او ما الكتب التي اعتمدها في الاختصار او النسخ ما ذكر شيء. ما ذكر نراجع في أكثر من نسخة. تراجع أكثر. في الشيخ عبد الله عندك.